بعد 5 سنين على استشهاده بدأ العمل على تنفيذ إقامة تنفيذ نصب جبران توين التذكاري يلي رح ينوضع بوسط بيروت على مساحة 1000 متر مربع مقابل جريدة النهار على الرصيف الممتد حد أوتيل لوغري. هالنصب بيذكر مسيرة جبران، تقريبا هو مسار رمزي لحياة جبران، ببلش بشجرة زيتون انزرعت يلي بتدل على صلابة والتعلق والتجذر جبران تويني بأرضه، وتحت الشجرة رح ينحط حصى صغيرة بتحمل اسمه لجبران وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته. بعدين بيكون في رح ينحط حجار جرانيت يحفر، رح ينحفر عليها جمل ومواقف كتبها جبران بنهار الشباب وبالنهار العربي والدولي وبالنهار. ألواح الجرانيت رح تتفاوت مقاساتها بين 5 بين 9 و15 و57، وهدول لهم دلالة رمزية لأنه بشكل أرقام أساسية بحياته لجبران كونها بترمز لتاريخ ميلاده 15/9/57. من بعد هالبلاطات رح يكون في حيط عمودي، هالحيط رح يحمل قسم جبران ورح يكون مشقوق بالنص، وبهالنص رح يطلع مثل نور وضوء بيضوي على قسم جبران التويني. بس كمان هيدا الحيط رح يكون كمان له رمزية معينة لأنه رح يكون بارتفاع 4.9 أمتار ورح يكون مقسم لعشر ألواح، كل لوح بيكون عرضه 49 سنتيمتر اللي بتدل على عمر جبران التويني لما استشهد.